الصياد السيء فيلم كردي ينافس على جائزة المهر القصير لمخرجه سهيم خليفة صاحب فيلم مسي بغداد المرشح لجائزة الأوسكار. التعادل هو أحسن من الطمطة راردو. ينافس الفيلم الكردي الصياد السيء أو باد هانتر للمخرج الكردي سهيم عمر خليفة على جائزة المهر القصير في مهرجان دبي السينمائي، وهو يروي قصة شاب صياد ينقذ فتاة من الاغتصاب على يد رجل مسن. للمزيد أكثر عن الفيلم وأيضا عن فيلمه مسي بغداد المرشح لجائزة الأوسكار ينضم إلينا المخرج الكردي العراقي سهيم عمر خليفة. طبعا بنرحب فيك معنا وبنقول لك صباح الخير، وطبعا مبروك على تكريم مسي بغداد في عدد من المهرجانات، بس خلينا نبتدي بالصياد السيء أول، إذا تعطينا فكرة عن الصياد السيء. شكرا لكم، شكرا للاستضافة. طبعا الصياد السيء أنا صورته بنفس القرية اللي أنا كنت مولود بها. نعم. قرية الدركار هي تقع بقضاء زاخو، لأن بذاك الوقت كان عندي في كثير من الذكريات الجيدة المؤلمة بها، قلت راح أصور فيلمي هناك بنفس القرية. طبعا قصة الفيلم تدور أحداثها عن صياد ودائما يقتل الحيوانات، يعني يشعر بالذنب، بس في فتيوم ويعني يخلص بنت من الاغتصاب، وبعدين هو يشعر بأنه بطل لأنه سعيد جدا لأنه هذا أول مرة بحياته يساعد شخص، بس بعد ما تروح بنت للبيت هي تتهمه بأنه هو اللي اغتصبها. يعني هو متعذب بهذا الشيء، هذا الشيء، بس بنهاية المطاف هو يعني يكتشف بأن البنت عندها هدف، ليش يتتهمه هو؟ يريد تخلص نفسها من القتل، هم تريد تتزوج معاه يعني بالنهاية. طبعا قصة الفيلم الأساسية عن الشجاعة، يعني ما واحد يكون شجاع راح يوصل إلى مستوى أعلى، يعني هذا هو القصة الأساسية للفيلم، بس قلنا راح ندخل بها موضوع الشرف والاغتصاب لأن هذا الشيء خاصة آخر 5 سنين أو 10 سنين بكل سنة علاقة، هذا الشيء يعني كثير من النسوان قاموا بالانتحار أو مقتولين من قبل عوائلهم. جرائم الشرف يعني. نعم. تناول موضوع جرائم. لأن كردستان في مرحلة انتقال، يعني في كثير من المنظمات اللي متعلقة بحقوق المرأة أجوا في مرحلة انتقالية، بس لهالسبب يعني يكون في ضحايا كثيرة يعني. طب وإيش يرمز الاسم الصياد السيء؟ نعم. هو يعني ولا هي اللي اصطادت طغى في المية العكرة ولا كيف؟ أنا دائما أحب التايتل اللي بها في تناقض، مثلا هم بغداد ماسي كان نفس الشيء، يعني إذا واحد يشوف بغداد ماسي يقول إيش هذا بغداد ماسي، بس بعد ما يشوف الفيلم يعني هو عكسه صحيح، يعني هو مو بغداد ماسي. يعني هم في لاند أوف ذا هيروز كان نفس الشيء، عندما واحد يشوف الفيلم بشكل نهائي راح يكتشف بالنهاية بأن هذا مو لاند أوف ذا هيروز، مو أرض الأبطال، أرض الضحايا. هم في باد هانتر نفس الشيء، بعد ما تشوف الفيلم راح تكتشف بأن هذا الصياد مو سيء، يعني عنده يعني شخص جيد، يعني أيوه عنده قيم. نعم. عنده قيم. نعم. نعم. طيب خلينا كمان يعني ننتقل لمسي بغداد، عن نتحدث عنه أكثر، إذا تحدثنا عن هذا العمل وكيف وصلت به إلى الأوسكار. طبعا إذا واحد يصل مع الفيلم القصير للأوسكار، يعني خط القائمة القصيرة من الأوسكار، يعني هذا شرف عظيم جدا، يعني كل سنة ينتجون أكثر من 10,000 فيلم قصير. طبعاً. يعني بأول مرحلة لازم تفوز بجائزة كبيرة في مهرجان كبير، يعني في تقريبا 80 مهرجان اللي تفوز بها بالجائزة الأولى تقدر تدخل القائمة الطويلة. بعد فزنا ببرمودا بأمريكا بالجائزة الأولى دخلها إلى القائمة الطويلة. القائمة الطويلة متكونة 150 فيلم، بعدين من هذول 150 فيلم سووا القائمة القصيرة 10 أفلام، يعني بغداد ماسي من هذول 10 أفلام اللي بقت بالقائمة. نعم. بعد شهر يعني 15/1 راح يعلنون 5 أفلام من هذول 10 المتبقية يعني راح يشاركون بالحفل الاختتامي للأوسكار. طبعا الأوسكار هي أكبر جائزة للأفلام، يعني هي أقدم وعلها قيم جيدة، تقدر تقارنها بجائزة النوبل، يعني أوسكار يعني انتهى احترام كبير. وبعد هذا الفترة راح يشوفون أكثر من 10,000 مخرج يشوفون الأفلام يصوتون عليها حتى يصوتون الفائز. نعم. طبعا هذا شرف عظيم إلي، بهذا أول مرة فيلم كردي أو فيلم عراقي يوصل إلى هذه المرحلة للجائزة للقائمة القصيرة مال الأوسكار. طبعا احنا نشوف مقاطع الآن من فيلم مسي بغداد، لو تحكي لنا كمان يعني إيش اللي برأيك جذب النقاد لهذا الفيلم؟ طبعا لحد الان فزنا ب 48 جائزه، على ما اظن الاكثر منهم يعني اعطونا الجائزه لاسباب متعدده. طبعا الفيلم لازم يكون فيلم متكامل، السيناريو جيد والممثلين جيدين،
والقصه يعني قصه يعني ما شفتها في كثير من الافلام. الطفل مش ممثل صح؟ يعني هو كان اول تجربه تمثيل له. نعم طبعا بعد 5 أشهر قدرنا نشوف هذا الطفل ببغداد وما ممثل بافلام. بس بالبدايه قلنا سهل بالعراق في كثير من الاطفال معوقين. بس بعد 5 أشهر ما شفنا حدا. إيه؟ قلنا راح نغير السيناريو يا نروش نكتب بانه عنده ساقين. يعني المشكله كان لازم يتوفر عنده 5 شروط. العمر ما بين 9 و11 سنة، يقدر يمثل، يقدر يحكي اللهجه البغداديه، ويطلع يلعب كره القدم. يعني 5 شروط مو سهله. بس في نهايه المطاف شفناه، وهم هو راح التقى مع ميسي واستفاد من الفيلم اكثر مني. حتى راح يكون صريح معك. يعني في منظمه بريطانيه عراقيه يعني جمعوا له 15,000 دولار والتقى ميسي. جابوا لي ايران يعني رجل اصطناعي سووا له، ومشهور جدا يعني بالوطن العربي بالعراق، يعني خاصه بالعراق. يعني هو يستاهل. هم اذا رشح الفيلم للجائزه للمرحله النهائيه للاوسكار، احنا راح نجيب معنا الى لوس انجلوس. طبعا راح يشارك بالحفل الاختتامي ان شاء الله. هذا هو الخطه يعني مع المنتج البلجيكي، هذا هو خطتنا المستقبليه. يعني في حاله الترشيح النهائي ان شاء الله. امتى يعني بتكون خلاص المرحله اللي هي الاخيره؟ بتعرف القائمه الاخيره؟ يعني 15/1/2000، يعني بعد شهر راح يختارون 5 افلام. ايوه. بعدين عندنا شهر نسوي البروموشن، و 15 أو 14/2 راح يكون الحفل الاختتامي يعني بلوس انجلوس، يعني هناك بهوليود. ايوه. طبعا عينا ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نتمنى لك طبعا يعني كان التوفيق في فيلمك او بفيلمك الجديد اللي هو ذا باد هانتر، واكيد كلنا نشجعك إن شاء الله تفوز بجائزة الأوسكار لبغداد ميسي. نود أن نشكر المخرج الكردي العراقي سهيم عمر خليفة ضيف صباحنا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لكم.